السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجه مدرب الخضر جمال بلماضي للتخلي عن مهاجمه إسلام سليماني بداية من المعسكر القادم لتشكيلة محارب الصحراء، ويعتبر إسلام سليماني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري بعدما تمكن من هز شباك في 42 مرة، ولكن مستواه تراجع بشكل لافت في الآونة الأخيرة بسبب تقدمه في السن. وذكرت صحيفة كومبيتيسيون الجزائرية أن أولوية جمال بلماضي في الفترة القادمة هي إيجاد رأس حرب جديد يضمن له فعالية قصوى في الخط الأمامي في ظل تراجع مستوى إسلام سليماني وتقدمه في السن. وذات المصدر أكد أن الطاقم الفني للخضر يضع خيارين لا ثالث لهما لتعويض مهاجم ديبراسي الفرنسي، وكلاهما ليس بالوجه الجديد على المنتخب الجزائري، وهما كلا من أندي ديلار نجم نيس الفرنسي وبغداد بنجاح هداف السد القطري. ويفكر بلماضي في منح الفرصة أولا لأندي ديلار، خاصة أن الأخير ينشط بشكل مستقر في المستوى العالي منذ انتقاله لنيس، وحتى قبلها عندما كان مع مونبيليه، ولكنه عجز عن فرض نفسه أساسيا مع الخضر بسبب خيارات الطاقم الفني في الفترات الماضية. ويتواجد أندي ديلار في رواق مفتوح لإظهار قدراته على الساحة الدولية بعدما كان ينشط كبديل في غالبية مباريات المنتخب الوطني الجزائري. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.